ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العقرب، توقعات السبت الموافق 18 مارس 18 اذار 18/3/2023. هتعرف تجري محادثات مهمة جدا مع كل افراد اسرتك في يوم السبت. هتبقى في حاجة مهمة انك تاخد قرار مهم، هيبقى بيتعلق بحد من اشخاص قريبين منك. هيحاول كتير منكم انه يلفت انتباههم لالتزامات كتيره، لاحداث كتيره هتبقى في حياتهم بشكل قريب. هتعيش في مستوطنه جديده، هتطلب منك صداقات جديده فيها معارف، فيها رومانسيه، هتبقى في مزايده، في مسؤوليات عندك، في استقرار، في اهتمام. يوم السبت هتبتدي يبقى عندك محادثه حلوه جدا مع اشخاص مهمين بالنسبه ليك، في تواصل حلو، في مواضيع مهمة هتتناقشوا فيها مع زملائكم، أصحابكم، جيرانكم. هتكونوا في حاجة أنكم تعملوا المكالمة دي بشكل مهم، حتى لو كانت بتخص أسرتكم، أشخاص هتبقى بتربطكم بيهم، علاقة شغل أو حتى قضية مشتركة. هيكون في تواصل مع رجال مهمين جدا، مفيدين جدا. هتحتاج لأنك تلاقي طاقة ذكورية كبيرة جدا في حياتك عشان تعرف تحقق التوازن الجسدي والعاطفي الضروري اللي انت بتحتاجه. النهاردة السبت هتبقى عندك رغبة كبيرة جدا في انك تعرف تتواصل مع اشخاص انت بتحبهم، او تكون جزء حتى من مجموعة من اشخاص انت هيكون عندك اهتمامات كبيرة مشتركة ما بينكم. هتحضروا حدث اجتماعي مهم ليه طبيعة مهمة جدا بالنسبة ليك. هتبتدي تحس بحاجتك، انك حابب تحس بحب الاشخاص ليك عشان تعرف تقيم نفسك وفق المزايا والجهود اللي انت بتبذلها قدام اسرتك او حتى قدام زملائك في الشغل. هتشوف النهاردة نفسك بشكل واضح اكتر، كل الاشخاص اللي حواليك اللي بيحبوك بجد هيقدروك، والعكس صحيح هيحصل. كل الاشخاص اللي عندهم علاقة رومانسية او حتى متزوجين هيبقى الزواج راسخ جدا، هيبتدوا يسعوا ويبقى عندهم رغبة في انهم يحسوا بامان اكتر، ثقة اكبر في استقرار العلاقات دي. هيكون عندك رغبة حلوة في انك تعرف تثير اعجاب الشخص التاني اللي انت بتحبه من خلال ايماءات صغيرة جدا، بس مش هتستبعد النهاردة انك تعمل علاقة رومانسية في اليوم ده. هيكون في حاجات بتدعم كتير جدا موقفك في اليوم ده، وهتبقى حابب تنشأ علاقات كتيرة مع شريك حياتك. هيبقى عندك معرفة حلوة، مهارات حياتية اكتر من اي وقت. هيبقى معاك فارق كتير جدا سنك في الفترة دي. الحب هيبقى مهم جدا في حياتك، حتى احترامك لنفسك، لانك مش هتعرف تمشي ورا عواطفك بشكل اعمى، لا هتبقى عندك منطق اكتر، عقلاني اكتر في كل العلاقات، خاصة اللي انت بتمر من خلالها بصعوبات. هيفضل انك تجري اجراءات متعلقة باعمالك التجارية والعقارية والفن والابداع اللي بيبقى ليك.